ظروف معينه، ولا يجيك واحد يقول انا طفشان في حياتي؟ نسمع كثير، انا طفشان في حياتي، انا ما سويت، انا ما تقدمت، انا ما فعلت، انا 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 الى اخره. لو تلاحظ انه اغلبها ظروف خارجيه، نسبة 90% ظروف خارجية، لكن لو يجلس كذا جلسة بينه وبين نفسه زي ما يقولون، يرتب أفكاره، يفندها، تلقى جميع الأسباب خارجية. بإمكانه إنه إيش؟ يركز على نفسه. فبداية التغيير هو أنت. فأنت الآن في مرحلة انتقالية. يلا حبيبي. فالمرحلة الانتقالية لازم أنت تستثمرها على يعني أقوى مدى. نعم. فلا تخلي يعني الوضع اللي أنت فيه الآن يروح زي ما يقولون هباء منثورا. لا تخلي التغيير يجي من الخارج، الناس تطرح افكارها. يعني يعني من النصائح اللي جتني واحس انها يعني مؤثره، يقول لك لا تخلي الدنيا اللي حولك تتحكم فيك. بمعنى يعني اذا واحد جاك اعطاك سالفه مثلا يعني حزينه ولا شيء، انت تكدر صح؟ صح. بس الحزن اصلا هو من عامل ايش؟ خارجي. يتعب نفسيتك. منك انت ولا هو اعطاك اياه؟ هو اعطاك اياه وجعك في نفسك. بالضبط. اي فانت اساس التغيير كان خارجي، فانت الاشياء الخارجيه يعني تجنبها. ايوه حاول تتجنبها. دائما اساس الانجاز واساس التغيير واساس يعني الطموح. الطموح ايش؟ في القلب الداخلي اللي انت فيك اللي انت بنفسك تغير. فالان انت حط يعني في بالك انا ايش بقدم الفتره الجايه؟ صح. يعني لا تكون يعني زي ما يقولون تجي في المكان وجودك يعني تصير عندك نظره بعيد زي ايوه زي عدمك. لازم انت تعرف ايش بتقدم، وايش التغيير اللي انت بتحدثه في هذا المكان منك للناس. صح. يعني انا قرات جمله مره يقول لك قيمه الفرد، معليش اذا انه مصطلحات قويه ما ادري تستوعب ولا لا، خذ راحتك. والله اني اسف. ذا المقدرات لا ترى عنده قدرات. والله اذا ما فهمت قدراتي عاليه ترى والله عنده قدرات ويعرف الامثال الكبيريه. اسهل اسهل. يقول لك قيمه الفرد تكمن من داخله باتجاه محيطه. شلون؟ بمعنى انه انت دحين الاشياء اللي انت بتقدمها هي اصلا اساسها منك للخارج ولك، يعني هي لك يعني يا شنو قال ايه الطالب اللي ما يعرف شيء يقول ايوه كذا، يقول الاستاذ لا مو كذا. ما ودي اني اقولها بس تراني انا مدرس ما شاء الله عليك. والله كنت انا كنت طالب ما شاء الله تكمل. كنت تعطيني؟ لا عمر ما انا راح تطلع خلها بيني وبينك بعدين. ايوه اسلم يعني في العشرينات ما شاء الله عليك. تعدد 25 يعني ما بين طيب ايش تطلع الخارجيه داخليه. والله اني اجيبك رعدك تفهمها. ايوه ما شاء الله تبارك الرحمن. والله يوفقك يا شيخ. ايوه ايش دخل الهدف يا اخي؟ انا معك. الهدف الداخلي ان انت تقدم شيء. انت الحين يا فهد ايش هدفك الداخلي؟ اي انت جاي البرنامج او ما بعد البرنامج، ما نقتصر على البرنامج، نقول خلال سنه يعني قدام. خلال سنه ما قدام يعني. ايوه فهد ايش ناوي يسوي قدام؟ والله قدام ذي مثل كيف جاءت خلاص بدا يركب الموجه. ما قدام لا بدا خلاص. كيف قلبها؟ كيف قول انت بايون؟ يعني سبحان من حق لا بخرنا من البرنامج دون حياة تموت. يعني ما فكرت من الحين؟ ها ما فكرت؟ لا مفكر بس حد ما ادري حصل فكر ما حصل ما ادري. لازم تحط كذا في شيء في بالك مستقبلا. حنا دائما كل شيء نحطه في بالي بعد ما صار شيء لهذا الحين. هو انت صار يجيبه ما قعد شيء لما جاء في بالي. انت تحط اهداف بس ممكن ما تتحقق، بس اقل شيء انك حققت منها 50 60% 70% بالضبط. يوم لازم كله فاهم؟ حبه حبه كل سنه 10% ما عاد علي. قول 60 انا ابي 10%. قولوا لا 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 انت تجيب 50 زياده. اوه قريب ان شاء الله باذن الله. طيب ابى اعلمك ايش اللي فيك. انا قريت عنه الكتاب ذا. ها والله في شيء اسمه قانون الجذب. لا قانون الجذب. خلني اعلمك عنه. مو بلا انت لحالك اللي تفلسف. اسمع بتناقش معك فيه لانه فيه اشكاليات. طيب جاذبيه. لا دقيقه. لا 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 انت جذبت لنفسك اني انا ما راح احقق الا 10% وما ادري تحقق ولا لا. خلاص ترى اللي بيصير في حياتك. بس دائم اطمح للشيء الزين. يا اخي ربي هو ربي يقول لي يقول اني عند حسن ظن عبد. سبحانه. طيب خل عقلك الباطني دائم كله ايجابي، ابعد عن السلبيات، ابعد عن انك تقول والله انا اليوم خليني بعلمك ما اقطع وقتك. طيب اخوك مقفل شلون 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 شوف ارد عليه. شوف ارد عنك راعي شاص نشيط يربطك في الهوك ثم يسحبك في لا 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 لين يرتع. انت تقول انه عقلي مقفل، هذا انت ترسل نفسك رسائل انه عقلك مقفل. خلاص تقول عقلي مفتوح يا ولد. تقرا لك شيء ما تفهمه تقراه. طيب خلاص انت بقول لك حاجه. سولف شوي. اسمع بقول لك حاجه. دحين انت يوم انك نقول دخلت في وظيفه اول يوم، هل انت اول يوم بتكون افضل واحد في الوظيفه؟ على حسب. نقول وظيفه معقده مهندس يا ولد
شركه قايمه عليك. سلام ورحمه الله. هل في يوم من الليله انت بتحققها؟ بتسوي كل شيء فيها؟ انا إيه؟ نظريا ارجع لك بخمسة كذا بالنظر، هل انت من اول يوم كذا بتنشئ شركه؟ خمسة يا مسلم تكلم كر زايد ولا انا؟ يجبك يا ولد يا ابو خلا في سماه بالحجي. اسمع ترى انا وانت سمي وكذا يعني زبط الموضوع معي. كلكم فهود؟ ايه فهل انت بتحققها في يوم الليله؟ حققها. وش وش لا 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 يا اخي يقول يقول انا اقرا شيء ممكن يجيني صعب، ما اقرا ما افهمه. قلت انت اذا انك جيت مهندس يوم وليله وتبتنشي شركه هل تقدر؟ يقول يقدر. اقول لك انا منطقي ترى اهم يمكن تحط يمكن احط دراهم وفلوس وذا، بس البنيان اصلا تعبان لان انت شهادتك تعبانه اخذتها. بدنا رجال يجيب رجال، معلش انت اخذتها بالريال لكن ما اخذت العلم اللي فيها. هذا حافظ مش عندك بس عرفت اللي حافظ مش يا ابو انت اعطنا. انت شفت لك مقطع في الطعوس سلام يعني الايطاليين هو انت؟ والله حطنا سالفتهم. شفت المقطع عجبني. لا لا للشاص. لا والله طلع الشاص هذا قام النفوت. هذا عطنا سالفتهم عجبتني المقطع وضحكت. لا لا خلاص هذا ما بالله وكاشت ما له نيه مقابل اطير القناه يمحن دول المفتاح. ايوه شويه ولد الا ولد العائله اللي جاتني امريكيه او ما هو بلبنانيه المانيه. المانيه تم جوني يحاكوني ولين حياتي عجب بسيطة. عجب عجب عجبتهم زانت لهم جلستي والحالي وعزبتي معي وجاوا جلسوا معي وقاموا يحاكوني. لكن من يبدري شو يقولون يا ولد يعني. ولكن سبحان الله كل الترجمه اللي انا اقولها اطلعت صدق. صدق إيه والله والله لو انكم شفتوا اكذب في السناب اقول قلت قالوا ان السعوديه طيب هذا هم صدق قالوا ان المكان ذا زين. بالله ما تعلم والله ما علم ولا علم ايش هم يقولون. توفي توفي ضرب بالمقطع يا ابو ها المقطع ضرب. شفت ناس من الزنين شفت ايه راح الله يوفقك ان شاء الله وياك فديتك. والمفتاح ما لقيته؟ ها؟ المفتاح؟ لا والله ما لقيته لكن جانا مفتاح اليوم. والله انك تستاهل تستاهل لك حلو. جانا مفتاح ذهبي تستاهل والله بدون دواره ها؟ اي والله بدون دواره. لما الدوار قد والله دورنا ليل غبنا لكن وين دورت يا اخوي؟ على خط الظلمه مريت الغابه والله لو اني لاحق لا القى الوصفه اللي جات تدري وين؟ على خط الظلمه انه الطعيس اليمين صح ولا لا؟ انا من ناحيتي انا مالي حظ في دول المفتاح. انت واحد احترم. انا ما جيت انا مالي حظ في دول المفتاح ترى. افتح موتري ادور بعض الحين هو بيدي. انا ضيع مفتاح موتري. ما تحط موتري. هذه حاله نادره. هذه حاله نادره اعرف هذه. مثل اللي يدور جواله بجواله. الله يجزاك خير. لا تصبرني يا لا لا صبرني قام يلا بسم الله الرحمن الرحيم. والله انت عدل والله بيدك طالب الطلب لا ما نبدا يا بيدك يا شرب العسل بيدك 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 لا والله مره ما تمشي ما تمشي القهوه والله ليه مش الا والله لا والله تبغى نبدا من هناك ابدا من هناك مشى مشى استر استر خلوه يمشي يا عيال اكواب اكواب عطنا اكواب معك في قيامك ايه سبحه سوداء اي هو انا هو شو هناك لا اجي نزلت ما نزلت انت تكفى عشت شنو قال سلام هي دي امي والله روح دور روح دور وين كان وين شفتها معي هنا اجيب عندك سبحه يا بعد ما بناك انا ورا ايش تبغى يا شيخ لا عاد حد الله يكرمكم يحط لي نزلها هنا 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 الكومه بعد انا اللي متاكد تعال تعال بقى يا كوار وين 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 روح هناك بتلقاه شركة عدل تلقاه وين وصف لي روح لانت يجيك تي تي وجهك جاك ولا دير الباقه انا احتاج لا يرم الباب استنى عدل ماني محتن عدل ماني معتر يلا قوم سامي يلا اجري اجري انا وياك فهد معنا انا وياك قوم فهد معنا قوم ماني محتاج قوم اللي يشجعني ولا يشجع رقدي في السباق بس لا نبغى على شيء امر اللي يفوز على الثاني يامر الثاني يقول مثلا وقف على رجل دقيقه بشب ما ادري كم حصلت اسمع اسمع لا ما في الا هاي ترى فهد معاه انا خلاص خلاص تعال تعال ما يحتاج انا دايما ليه ها رجع هذا يلعب هذا خلاص ترى يلعب الريال. اسمع يا فهد نقدمك زياده كم خطوه خمس خطوات اسمع يا محمد محمد هلا بيه اجيب لك الحين ادي ما ترد لي خابرك ما ترد لي ما ترد لي يا اخوك ما قد افح ما قد افح اسمع لي يا اخو ها لا انت لا بنك تم يا ولد لا فهد معي ابو ما فهد يلا به يصير بيزيد يجري نزلها عند الطيب اللي ولا الطيب ها شفت انسحب يا رايقين على التحدي وش التحدي؟
اسلم انسحب انا التحدي. فهد تحدى في الشيء اللي هو يتصنع. نعم ما رجعنا نسمين رجعنا نسمين التحدى وانت اضعف من ايش حلم هيضه ما ادري عندك حلم هيضه الكرسي ما عندك مشكله والله مره ده انت فديتك الرجال انسحب من السباق يعني انا اعتبر نفسي فايز صح يا ابوه خلاص ما يعني بس الكرسي اسمع حكم عليه ولا تسابق ولا تسابق يلا يلا سلام تبون تحرك يلا بس خلنا قهوه يلا يلا اي والله قهوه الرجال ناخذ لنا فينيال وعلوم الرجال سلام باقي حاجه الربع ما عندك كل ما هذا قال قوم نلعب العشاء اجل البلا في القهوه والله ما ادري سامي الياس سلام باقي حاجه الربع عندك عندك فيها ويدي اي بالله فيها سلام ازود لك في فنجة عليك ازود لك في فنجالك شيء لا لا خله صبوا لي فنجان والله هذا اليمنى اي والله هذا اليمنى منيح طال عمرك ما تشوف يا ود عندك فنجان ما تسوون قهوه الا يسوونها على الشمال 60 60 لا لا ما نبي ما نبي نسمع شاف عطونا عطونا نعم فنجان على الحال ما ادري ايش اسميها ما ادري دون اساس دون اساس قهوه قهوه اليوم ما نبيها بس زدنا مثل واحد جاي يطلب قال ابي قهوه اليوم لو سمحت قال كيف تبيها كيف تبيها قال مع الفم تشرب مع الفم وياك كيف تبيها بارده ولا حاره قال ابيها مع الفم تشرب مع الفم هذا هو هذا هو هذا هو جديد ورخيص هاي الربع انا في الكافيهات تي اللي اجي ما اقدر عندي فوبيا ما اقدر ادخلها لاني اطلب من سياره ولا معي ناس اما لحالي ما اقدر بالعكس عادي الا تعال واسال وش القهوه كولومبي اذا مو زحمه عادي بس اذا زحمه مشكله والله زحمه ولا لا يا اخي احنا جايين نتوقف مع الناس اسلم اسلم عادي جدا يا اخي يا تي يا لبيك يا فهد مره تي يا فهد يعني هذه تتكن الكرسي ذا ما تدري انت ضاير ذا ما عندك مشكله بكره رجال يقول تي تي هذه ايش معناها تيك يعني مثلا اقول ها في تيك السياره يعني هذيك تيك يعني في تيك الباتاكات تقول في ذي فرق بسيط خبر حسن عسيري يقول تيك الباتاكات هي كذا في تيك الفتكات عطني الناعمة الفتكات ايش رايد رايد لما قلت في تيك الفتكات متى قالها؟ متى الهية رايد لا ما قال اختلاف ثقافات ما قال كذا لا هو اي فهمت فهمت انا فهمت اي فهمت ما قال كذا هو اختلاف ثقافات اي لخمني قلت كيف كذا انا قال يا رجال قايلها في يقول في ته تلقى فيها ته مين بتك تاك ذي اللي انت يا رجال يقول تيك الفتا يعني فرقبتي ايش كذا ايش فتكات تعرف حسن عسيري في ته تلقى فيها ته تعرف حسن عسيري ايوه ايوه خلاص هذا هو هذا ته على ما قال يا ابو ها لا العب يا اخو يلا يلا يا كرسي اخذ اخذ كيف الكرسي كيف الكرسي الكرسي ندور ولا يجلس والله بقيت اسمع اسمع واحد مثل دور انت اختر ابي تحتل تشلوني تحملوني يبغى لك وين شيء يبغى لك وين والله تبى الصدق والله بنقرا عليك معوذات من بعيد اي والله يبغى لك وين شيء قرب قرب هيبلان هيبلان والله فبشر بده هيبلان نسحبك منه ارمعك معك وين شيء وين معي خبطه وين شيء نرفعها بطني نسحبك حبل حبل اي حبل لا ترجع وحبك خلاص يا معلم لا اله الا الله كرر الله حزين اي والله لا اله الا الله لا اله الا الله والله ترى انا الربع مقصرين والله احيانا مثلا الوقت هذا تسن الوتر صح تذكر الله صح والله احنا مقصرين عز الله صدق والله احنا مقصرين انا عن نفسي عن نفسي والله اني مقصر يقول لك على طار القصور يقول لكم يا طوال العمر فيه رجال خلق في حطها الله في كهف ومن يومه هما بالله يصلي ويصوم وفي مكانه ما راح يعدي ولا يا عبد الله ويوم جاء ذاك اليوم يا طوال العمر فانفك عليه الكهف وخلاه ربي يشوف بس الارض ومن عليها كذا نظره واحده في الارض تم جاء عزرائيل وخذ روحه يوم تقابل عند الله قالوا ايش ودك بالحين ملائكه ودك نعطيك عملك ودك نعطيك فضائل الله ايش اللي قالوا ايش
انا ما بعد سويت شيء غلط. هذه روايه صحيحه. نعم من يوم ما خلقت وانا ما بلع ما بلع اصوم ايش اسمه اصوم واعبد الله ما سويت شيء. ابغى اعملي لين اعمله ما جاء ربع فضل الله عليه في ذي النظره الواحده. سبحانه في ذي النظره الواحده بس انه شاف الارض ومن عليها. سبحان نعمة البصر. من نعمة البصر فما بالك في فضائل الله اللي علينا. سبحان ما احنا مسوي ما حد يعرف ما حد يعرف النعمه لين يفقدها. ما بلع ربي بس عساه يغفر. ما يحس بالنعمه غير ما فقدها. والله احيانا يجيك ورد ولا يجيك هرد. ورد 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 لا الورد اللي في القرآن تقرأ شوي منه. لا 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 يقول الورد الورد ما حد يعرف شو الورد. الورد ورد يعني حرارة. وردك اليومي يعني حرارة. لا حرارة يعني جايك حرارة مع الورد يا ابو ورد قبل الورد لين بار عقب الصلاة. الورد ايوه الورد مثلا قال فلان عليه ورد. الورد يعني نبلى القار العقب الصلاة. عندنا عليه ورد يعني عنده تسميع. ايه هذا اللي نعرفه. لا 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 هذا ورد يعني قريت وردك مثلا نقول فلان قريت وردك هذا اللي نعرفه. ما رود فلان ما رود يعني تعبان. هذه معرفه هذه عندنا جديده على فيه وجعان صح فيه وجعان. لا هذه عندنا ما رود وجعان يقولون هاي الاولين الحين يعني يمكن ما تلقاها. ما رود وما لبس سبتنا وجعان مسخن بس هذه اللي عندك. هذه تعبان عاجبتك ولا ما عاجبتك؟ عندك شيء بتقوله؟ لا ما شيء بس انت تقول تعرفونها تشدنا احنا كلنا قلنا ما احنا نعرف لكن وضح حلو هسلم ايش كوم الورد؟ من اللي ورد؟ ايش كنت اقول انا؟ الورد الورد انا خبري الورد واحد ورد ما ادري من اللي ورد. هذا انا خبري يوم يقول لا يوم يقول العافيه اقول احيانا يجيك ورد ودك بالعافيه ودك والله بالعافيه. الورد السخنه الورد السخنه هذا لو جيت يوضح. لا عادي نبي نضحك بس الورد السخنه الورد السخنه تعبان احيانا. انا اشتغل انا اشتغل من يطفيها الربع. انا ما بنجح في القناه ما بنجح في القناه. الرجال هذا ماني بناجح. لا ان شاء الله انك ناجح. ماني بناجح ان شاء الله انك ناجح ان شاء الله. ما عاد بهرج شكلك ما رود. لا لا انت مرد سلمان كلمنك والله والله كلمنك انت ليه اشتغل عساك عساك المرد عساك عساك المرد عساك المرد اسرع اسرع يا كل ما هرجت من الرجال انا ماني بناجح في البرنامج ذي. انت اخوي انت عقل انت تجيب اول السالفه هم تقطع من لمن يجي تبول سالم يا عم. ايه قمت اضحك قمت اضحك صادق الرجال يسولف. كيف سالفتي غريبة؟ الرجال كل ما جاي يسولف ايش فيها؟ اخذ العلم نبي ايش فيها؟ احنا ليش نسالك؟ ايوه لانك انت تقول لغات احنا ما نعرفها. لا يا رجال انا اللي علمتك فيها انت شك تطقطق فيها ما كانها ما تطقطق. لا لا انا اخذ منك معلومة فهمت؟ اما اللي يضحك انا جنبك انت ما انا صدق انا اضحك تبى انا صدق ما ضحكت بس الخاف قول له لا الله يجي يضحك من كل شيء لكن الرجال من الحق اسمعوا سالفته. نعم نعم سالفه الرجال لا لا مالك داعي لا مالك داعي مالك داعي مالك داعي يا دوسي مالك داعي ترجع كم كلمه تجي مضحك لا مالك داعي لا يا اخو يا اخو مالك داعي والله الصدق من ابتي يعني الحق ينقال خويا فين ضحكت يا اخو سالفه الرجال عني بدوقي انا ما زعلان العيال لا كنا من الرجال هرج شو وين جبت يا اخوي انت على عيني جعلك تسال يا اخوي غالي لكن انا في رايقين اني ما ادري ايش اللي مضحك يضحكهم هو شوف شوف يضحك يا سامعكم يا سامعك قول لي يا كسوى ملايين يا ولد ديرتي يوم انا ما اقدر اثبت سيده وجهي انا اشوفكم لقيت يوم رجع قلت سنه الف كامل كامل يا بطري بطرح يا روح الله يسعدك ها ايش قاطع كان قاطع طابت النفس لا والله كل شيء اللي يا ربي تبون تهرجون هرجوا كل ما سكتوا هجيت بهرجت الموضوع عليكم صح صح والله ما حق في هذا والله نوحد الصوت مع كان ليه ما يصير الله يهديك انت ترضى حد يقطع سلمك يا اخوي ترضى حد يضحك وانت تسولف اسمع ليش ترضى يا اخي
كان كان خلاص خلى لا 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 خلاص راشد 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 انت بنفسك انت بعد نفسك انت بعد اعلم مالك ثاني يا رايقي كان من عيونه من ورايته خلاص خلاص يلا عاد شبت فيه الربع خلاص الضحك شوي الخبالة الدائم الرجال عنده سالفة يلا راشد اسلم يا الربع يا الربع والله انا بتكلم هذا من يطفي ولد عطني المشعار ولد تضربني يا عيال ما ادري ما اضرب الراسي في خاطري خلاص خل الرجال يمكن انت يمكن اي والله هسه خلاص لا على طار التقصير يعني لا روح والله اني ضحكني بعد والله اسلم اسلم خلي يضحك اليوم والله مالك نايم شفت حسيت بوضع الرجاء صح؟ لا بس مر انت مر بزياده اي اي صادق ما لهم داعي بتكلم انا بكره بجي بصوت معي حق خير انا انا اخذ بالرقيق ترقع 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 اسلم خلصت الرابع الرابع خلاص الرجال عنده سالفه اسلم طيب اسلم حاول تستعجل لا خلي يسولف يا ولد مرت فيلم عشان ما نضحك لا طولها انت قطع الرجال خلاص يا رجل لو تكلمها بيقاطعك يا رجل اقول لك اختصر عشان الاهل ما يضحك لا ما عليك منه انت امشي طالع خلاص اذا استمعوا اثنين ثلاثه بيستمعون الباقي خلاص كلنا مستمعين طيب قول عطاري التكسير يمكن بعدنا بعدنا الله هو ترى اللي يسبب لنا الضيق طفش والهم كثير من الناس يشتكي ويفضفض للناس انا طفشان انا مريض هو ما في شيء هو السبب انه بعيد عن الله مقصر ايوه مقصر صدق هو التقصير موجود كلنا مقصرين بس المصيبه انك انت تكون بعيد عن الله اي أيوة والله هذه المصيبه مصيبتين فبس يعني والله انا اوافقك الراي انا اوافقك الراي اللي تقول تشكيل الناس انا طفشان مريض اشكل الوحيد أيوة. سبحانه وتعالى سبحان. والله اني راهن عليها يا واحد فيه ضيقه وفيه هم ولا يدري وين يروح وضايقات بهالدنيا وتعبان اما عنده دين ولا عنده مرض ولا عنده لا توكل امرك الا لله سبحانه وتعالى والله ان ارخيت متونك لله في ليله ظلمه وحكيته باللي عندك والله ان ولن دعوني لا استجيبن لهم لو بعد الحين انه اللي ينصرك مهما كان النصر من عند الله يجيك يجي فلا منها ضاقت عليك الوسيعه روح لحالك ابتعد عن المجتمع ابتعد عن الناس سج وحاك الله حاك اشكل له دعواك يا ربي ان عبدك الضعيف سوى كذا وكذا وانه لا يستهتر بك لكن الشيطان اغواه ويا ربي اني تايب اليك فتب علي توبه النصوحه وها من هالعلوم فوالله انه لينصرك الله سبحانه وتعالى وانا وافق الرجال في موضوع بطل في ايه في ايه اقول انما اشكو بثي وحزني حزني الله نعم سلكت طيب يا رجال بحكم انه دحين اخر الليل وراشد اعطانا ما شاء الله عن تقصير وفايز صح فواز النادره وفواز اعطانا بعد فودنا كل واحد يكون هذا المجلس شاهد له يوم القيامه انه اعطانا فائده صح يكون شفيع له يوم القيامه فكل رجال يعطينا كلمه يعطينا شيء بسيط يذكرنا بشيء للاخره باذن الله حتى تديرنا الملائكه صدقت ايوه تحفنا الملائكه وقوموا نعم. قوموا ذكر. قوموا مغفورا لكم نعم ويحاكي نعم. الله بنا صح من الملائكه ان شاء الله انها والله ما بغفتي انا ما ادري وش يصير الذكر يعني مجلس ذكر تحفن الملائكه عندك يا ابو اذكرنا الله عندك 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 عندي 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 عندك, عندي عندي عندك. طيب الياس لبي بسم الله عندك عطنا ذكر كذا عادي او تفيدنا فيه او ايه قرانيه او ايه او دعاء نذكره ما عندك الياس عندك قصه عادي يقول او ذكر انت تقول يوميا يعني قال سبحان الله وبحمده يعني خله بس يطلع من لساني خاطري شيء لكن افضل شيء اشوف هل الشيء لليومي اذكار المساء والصباح نعم اعطنا ذكر واحده منها عشان بس انه يكون الناس تسمع اصلا مثل نسمع اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ايه الكرسي وقل هو الله واحد وقل هو الايات الثلاث قل هو الله احد والفلق والناس الياس عندك سلام عشت عندك ابو عندي الله يحييك الله يجزاك ترى طال عمرك نية الطيبة هو والرجال اللي يتقي الله ترى الرجال اللي طعمك مؤمن وترى ربي ما يخلي من ترجع هذا رجال طعمك على دين عليه دين ما بلغ وقدره وضاقت الرجال عليه الامور ليه؟ كلام ذا مبطي وضاقت عليه الامور المهم طال عمرك ما معه الا جيب مو ترى يمكن ما يجيب الا 50,000 منها وفيها مو بجامد ولا يعمل لك الموتر ابيعه ما ابيعه ابيعه لا ما ابيعه سدد ما سدد يبقى في الدرهم المهم شكلها طبيعي زين 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 زين
شاف وعطى السالفة ورث ورث بنت خام العمرة قال يا ولد والله بطول جوالنا يا ولد ترقدون يا ولد يا بخرب السالفة ابله خربها ابله موقفها وتذكر قمار قال خليها انا اللي اقطعها انا ضيعت انا تاليها اتبعها ذكرنا الرجال ما له حل والله ما له حل طيب يا رجال خلوا على موضوعك اللي اول حلو تكفى خلنا نرجع له اللي هو الذكر عند محمد الحين يلا بنرجع لك بعد ترى ابشر جاهز لا 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 ترجع لا لا يرجع يذكرنا بشيء اي بشيء يصير جمع والله ما نبي جمع خلاص لازم والله بكون من الضحك والله نقول صادق اي والله صدق هذه كلمه الظاهر اللي ما قالوها الناس انهم بيستفيدوا وربي بيرزقهم على اكيد اللي يذكر الله ويدعي الله ربي ما هم خليه والله ما يخيبه انت ذا الحين انت لو يجيك واحد ضعيف ويطلبك وانت معك تكفى وانت بشر عطلي ولا اعطيته وهو محتاج فما بالك في رب السماوات والارض فهذه الكلمه احس انها شوف يسمونها الحوقله الحوقله هي لا حول ولا قوه الا بالله هذه من يوم يرددها الشخص دائما ينصر الله ينصر عليه هموم نعم هذه الحوقله وهذه سبحانك ربي اني كنت من الظالمين لا اله الا الله ويزيد ويقول صلى الله وسلم على سيدنا محمد نسيتها لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير ترى هذه عظيمه عند الله لا. الله يجزاكم خير ما سمعناك اي ما سمعناك عطنا اي ذكر اي شيء اي شيء او سبحان الله ثاني ما عندهم شيء قل لي لا 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 خلاص خليته يذكر خلاص اعطيت يذكر لا اله الا الله قال طلعت من لا اله الا الله خلاص لا ما قلتها ايه قول له ما قلت يا ولد بالارض وانا ما قلت لا نقول انك انت قلت عادي انا جيت بتكلم تقطعني انت فيها ليه في اسلام في لا 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 توك تحس توك تحس توك تحس يا ولد انا كنت معه هذا انت معه مالي دخل ماشي ماشي الرجال يقول في دين ما هو في سالفتك اللي ولا قصه إيه؟ باقي ما تكلم بالدين هذا ما تكلم بالله ماني دخل انا باقي ما قال شيء صلوا على النبي صلوا على النبي فيكم صلوا على النبي باقي عندي فيكم صلوا على النبي هذه طعامك فقيره في دوله برا إيه؟ فقيره شو اسم الدوله ما ادري فقيره المهم طال عمرك انها طال عمرك تقعد عند المسجد متزوجه ولا لا خليك امل يا الربع تراها فيها حكمه والله فيها فايده فيها فايده فيها فايده والله فيها بايد والله انا شبلك كله خلي عاد خلي ارجع لما اكمل مشروعي لا خلي 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 الله يجزاك خير جزاك الله خير في ذكر زين انا ترى لا في ذكر زين اللي هو لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ما بادية دقيقه لا يا اسلامك شغل مايك جوال معك ولا اي جوال اسلم اسلم اي مايك مسكر اسلم كيف هذا مسكر اسلم اسلم مسكر من يوم برابري وين راح اسمع لا اله الا الله انت ربي خلقتني وانا على عهدك ووعدك بما استطعت أنا عبدك وعلى عهدك ووعدك بما استطعت أبو لك بذنبي أعوذ بك من شر ما صنعت يا ابن عمي صد هذا ذكر لازم أنت اسمع هذه يمكن أنت تجيب قلها صح لا إله إلا أنت ربي خلقتني وأنا على عهدك ووعدك وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت خلي بقول أنا طيب أخوي لا إله إلا أنت ربي خلقتني وأنا على عهدك ووعدك بما استطعت ها لا وأنا أخوك لا اله الا انت انا ترى هي معي في الجوال بعدل لك وانا اخوك اسمع لا اله الا انت ربي خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بذنبي أبو لك بذنبي فاغفر لي فان لا يغفر الذنوب الا انت سبحان الله هذه زينه ترى اسلم يا ابو وعندي في الجوال الله يسلمك الله عدوك يقول كلمتان خفيفتان بس على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اما انا اقول في دعاء حاولكم ترددونه في السجود لانه الصدق انا شفت انا من الشخصيه شفت منه تغير صراحه شو حاولك به الشيخ في السجود في السجود احد الصحابه راح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال وقال له يا رسول ما وش ادعي ابغى ادعي قال له قل غسل رب لا اله الا اعوذ بالله ربي اني ظلمت نفسي
ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت خير الراحمين. سمعت الحديث الدعاء وشو؟ ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر، أعوذ بالله، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله يجزاك سالم، جزاك الله خير. ها يا برضه طال عمرك، خلني اقول دعائي ما ياخذ 30 ثانيه. خذ راحتك لو تبي. الدعاء اللي انا اقوله يعني ان شاء الله انه يكون باب خير لنا جميعا. امين. اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فدائما اطلب المعونه في اي شيء تسويه من الله واشكر على هذه النعمه. صح. يعني احنا احيانا لازم نحقق شيء عشان نشكر، لا اشكر على الصحه اللي انت فيها. الحمد لله. انت يومين يومك وانت طيب، ترى هذه نعمه. الحمد لله. اشكر الله عليها دائما. الحمد لله على كل شيء. شكرتكم لازيدنكم. بالضبط. الحمد لله. طال عمرك امراه فقيره وعندها طعمك بجارات في ديره بعيد. ايه اسكت اسكت. ما السالفه ما السالفه ولا عندها احد يعولها. وكان الطعم كل جمعه تروح عند المسجد وتطلب منها الخير. صدقوا لها الخير. عطوها المهم ما هو بتمشي. اقول جمعتين او ثلاث جمعات ما حتنعطها. عقب قالت يمكن مطوع، قال لا تعطونها وكلام. طلع مطوع من المسجد عقب ما راحوا مصلين، وقالت يا شيخ ما عاد عطوني اللي اهل الخير كان يعطوني ولا عاد عطوني. قال الشيخ انا بعلمت بدعاء، الزمي أو ذكر، ألزمي لا حول ولا قوة إلا بالله واستغفر الله واطلبي الله، وإن شاء الله ربي يبدل حالة من حالا طيب إلا طيب إن شاء الله. المهم سكتت المرة دي وراحت، اختفت المرة مطوع فقدها. كان المرة دي لابد يشد منها ما أتت. المهم راح الرجال يشد منها تي مطوع، يوم يشد منها قال المرة دي جاها ولد عم لها تاجر، ولد عمها ما يدري عنها ما يعرفها، تحلم حلو، قال ترى لك ولد عم في الديرة الفلانية، عبر من حلم غازي في الديرة الفلانية. نعم. وروح أخذ. يوم قام من النوم حل علم قال يا يوم سلم لك سلام الكثير. أنا تحلمت، أنا حلمت كذا، أنا لي بنت عم، قال لي بالله إيه بالله لك بنت عم في الديرة الفلانية. روح ويروح لها الرجال طال عمرك ويأخذها. نشهد منها الشيخ وراح وسأل، قال وش سويتي طول وقتك؟ قالت والله يا شيخ أنا لزمت استغفار ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبدل الله حالي من حالة طيب إلى حالة طيب. سبحانه من طلب الله ما شاء الله ربي ما يخيب له دعوة. حوق له ذي. نعم. حول ولا قوة. نعم. لا إله إلا وصدقه. ترد تغير القدر. بما أنك جبت طرس صدقه تطفي غضب الله. في غضب. عطنا سالفة عن الصدقه. كل واحد يعطينا سالفة عن الصدقه. نعم. طيب. رد القدر. بالنسبة للصدقة. لا في نقول الصدقه صدقه صدقه كلها شيء اكيد ضد لا لا صدقه شفنا يجلسون عليها لنا انت بالاكل لا تصدق تجي جناي لان ما تجي هذه هي توقعنا هو انا شوف يعني خلها عاده هذه بلاستيك يعني مثلا تربطها بيوم جمعه واير دحين التطبيقات عندنا ما شاء الله كثيره ما عاد يحتاج انك تروح ولا شيء التطبيق هم يودون الناس الكفة فيصير تصدق مثلا بعد صلاه الجمعه ايوه بعد صلاه الجمعه ويصير عمل خفي بينك وبين الله ما تدري يمكنها تدفع شر تجزاك خير تكفي هم فالصدقه لها دور كبير احنا يعني ما نستشعر يعني خلصت الصدقه يا اخي تكفي كذا تقول الصدقه تطفي غضب الرب اي أيوة والله خلاص والله انت اصلا تصدق عندك قصه صارت في واحد تصدق وصار كذا شيء ايجابي اللي عنده قصة ودي أزيد بس إنه أبسط شيء الصدقة إنه الابتسامة في وجه أخيك صدقة وما شاء الله عندنا رجال بشوش ما شاء الله عليه فإن شاء الله إنك تكون صدقة الله يا أبو شريعة رجعهنت لك اليوم رجعهنت لك صدقات الجاربين ما شاء الله تبارك فأقلها ابتسم الابتسامة في وجه أخيك صدقة ما تدري أنت يعني والله في مجلسنا هناك يوم قالوا اللي يجي بشوش أنت يا فواصة يوم قلت إن لبيت الصفة الزينة يوم تقول إن القبول يجيك مبتسم أمني قابلتك الحين بالضبط ولا قابلتك قال كذا أي ولا سلمت عليك يا الله تمسك رؤوس أصابعي في يوم أنت تجي مبتسم أنت تغير نفسيتي أصلا بالذي حركتها علم النفس أنت كيف تعرف الرجال ذا كيف طبيعته من أول ما تقابل أنا قابلتك سلمت عليك ايش الابتسامه يعطيك اعطيتك يعطيك من الله يعني انت توش من الرجال من الملك ما في من الحين خمس ما تقبلت توش من الرجال ذا هذا السلام عليهم
سلام بارد زي ما يقولون ولا قبوله بارد ولا إيه. وفي شيء ثاني بعد قابلتك صح قرط بيدك لا تقول تقول بيتهاوش معك هذا بعد مو بزين هذا انا اشوفه صفه ما هي بزينه في الرجال اللي تقابلني تعفطني ليه هوشه هي ولا يتلك تجي رده فعل ترى احيانا لا شعوريا يمكن احبك وبعد فهمت فهذا اللي انا اقول الصفه الزينه في الرجال القبول ان احنا وش نبي من العالم غير القبول ما بي منك الا قبولك الطيب وابتسامتك ما بالله خيرك نعم لا لا بس قبول الطيب احنا ما نبي القبول لا نبي لا حسنه ولا سيئه نبي القبول الطيب بس حي حي ما جاب قرد يا الولد اي والله ذا العيد الله عليك عاقب علي واني عاقب اي بالله انك عاقبته وانا اشهد على ذا ما يعاقبني غيره رجع لك تسلم يا رجل بس سنة يا ولد هذه ملز مصمغها انت ولا شيء هذه اي عيطي ان شاء الله على راسه ما شاء الله على راسه بلا شوف يا كبر وجه الرجل ها من اللي مع سعد الشيخ قلت علينا الشيخ جواده كرة بولينج ايه كرة بولينج ريم راشد تبيه باتري ما شاء الله تبارك الرحمن اوكي شفت له هذا بعير والله تلقى انتاجه يبيع على مليون صاحب اما ذا قصب انا والله اللي قصب عشان القصاب يبي يقطع علينا ما بعرف في ايه اللي نزلت له في يلا ها آه يا ابو نلعب لعبه نلعب لعبه نلعب بين العيال شو ايش ما في انت اليوم تترب منها والله والله انت روح اولنا يلا 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 اللي بيقوم يقوم اللي بيجلس على راح ما انتم مجبورين اللي بيلعب معنا حياه الله لا لا عشان يلعب هذه بتغدي يا ولد ممكن يقدم ركان للبرنامج إذا دخل صراحة راح أحس أني راح أقدم إضافة أو تأثير للبرنامج والبرنامج طبعا نجوميته عالية وأنا بكون من أحد البارزين فيه بإذن الله إذا دخلت إحساس وطموح و... أيوة يا سلام بس هذا هو عادي يجي في الوسط خلاص أنا بعد لكم وأنتم دوروا يا الربع انتم اربعة كل واحد بقعد انتم اربعة وانا بعد لكم ايه بعد ثلاثة طيب عندنا كم ثلاثة عندنا كم خلاص بنقعد بالبحر كم عدد دوروا 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 اذا قلت يعني اربعة مثلا ولا قلت ايش اذا نقص واحد نقص كرسي صبرتك وين بالله انا بشرح له محمود محمود الرابط الصوت واحد الصوت خليني بشرح لكم بشرح بسيط انا اعرف لهم اي انت بتخش معهم اي انا معهم خلاص انا بقول انتم دوروا دوروا اذا طلع واحد نقص كرسي تدرون كذا اذا طلع واحد نقص كرسي يا ولد احنا الحين اربعه كيف هذا فهمني 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 راسك ذا كبر على غير سنة الغاز مقفل الغاز يشتغل يشتغل اشتغل الحمد لله بالله تريك هذا بتكفي هذا بتكفي اخلي اخوك اسمع قاعد اخذ وكنت عندك فيها انت لا 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 انا طالب
قلمك 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 بدي كيف تعلق بدي كيف تعلق يلا يلا اسمع اللعبة صوت انا طالبكم مطلب بس راح دقيقة انا طالبكم مطلب دقيقة كلمتين كلمتين انا بطل كلمتين ما ورا ثالثة اسمع انتم الحين بتدورون ابى اقول كلمة هنا اذا قلت مثلا لا 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 اذا قلت بطه وقف لا ما يقول بطه خليها على بطه عشان اربكم عشان لا ولا قلت اي قلت بطه ها لا قلت بطه انتم تدورون انتم يا ترى يا ترى انتم تدورون الحين حلو كلنا ندور اي اذا قلت بطه كل واحد يلزم له كرسي يعني ندور لو قلت بطه اي لا انتم تدوروا وانا اذا قلت بطه اجلس انا ادور تقول بطه انت انتم تدورون كذا وانا بوقف يا اخي لا تسوي غبي يعني لا تسوي غبي والله والله صعب لا هو غبي فعلا لا رجع بلاك رجع بلاك كابي موري موري يلا 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 خلي اطلع ذا يتبسع في اول كل قبو ذا يخبر راس الرجال تقول شيء ولا ولا اكترس ايوه يا سلام يا العصر هي 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 يا رجال يلا 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 حركه 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 اسرع كذا يلا حركة حركة أسرع 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 يا شباب وين الحماس أسرع 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 حركة 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 وين أبغى الحماس أبغى السرعة أبغى التفاعل أسرع 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 في مرة كانت تمشي وحدة لا وش وجينا أنا والعيال سوينا قطة لا قطة ما قلت بطة ما قلت بطة أنا الحين مجنون ما قلت بطة لازم قلت بطة ما قلت قطة أنا قلت قطة يلا ها قلت قطة يا رب ورحنا للفوال بندوخ ما قلت نمشي نمشي شرينا شطة 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 ركزوا 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 وفكينا شنطة والله يشطبك والله يشطبك عشان انك شطعت ولد اسرعوا يا عيال اسرع يا عيال اسرع يا عيال تلفون صح ولا اسرع فكينا الشنطة راحت شطة كسرني بعدين قلنا بطة تهيب ولا تسد كلا زي المشروع ذا أنا وايق اسمنا عادي قلنا كرسي طلع كرسي يلا يلا بسرعة 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 لا طلع عيال أبطل أبطل يلا يا عيال أسرع يا عيال أسرع أنت برا أنت برا خلاص أنت برا تعال بعيد علي راس الكرسي إي والله أبي أشبرك من بعيد يلا أسرع 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 يا شباب أسرع 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 واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين امش واحد انا تمشي جاتنا نقطة يا ولد امشي 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 بعنا النقطة لعبنا زقطة ولد امشي يا ولد اسرع انت ما عليك يا ولد انت بتلعب ولا اسرع يا ولد وين دخت يا ولد اخلص ترى دخت لا لا انا بيك الدوخ اسرع 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 شريت شطة يا ولد دخل بالله تعال بتاله دخنا يا ولد.